السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. سميتي عثمان، ماركتر فوتوغرافر فيلم ميكر. الا كنتي اول مره كتشوف هاد لاشين، تندير فيديوهات على الماركتينغ والاشهار في المغرب وفي العالم. الا كان كيعجبك هذا الكونتينو ما تنساش تابونا لاشين. فالفيديو غندوي على واحد الموضوع اللي كاين فيه بزاف تاع الخلاف من بين الناس، وهو واش تيك توك ريزو سوسيال تاع الدراري الصغار والفيديوهات تاع الشطيح والغنى، ولا واحد الحاجه اللي خاصنا نهتموا بها حيت مهمه في المستقبل. وقبل ما نبداو بغيت نقول لكم بلي درت كونت تيك توك، وما تخافوش ما تلقاونيش جالس كنشطح تما. في الكونت تاعي كندير واحد الكونتينو بحال هذا النوع اللي عندي في يوتيوب، ولكن مواضيع جداد في ذاك الفورمات تاع الريزو سوسيال، بحال مثلا هذا الفيديو. شحال من مره سمعتي بلي الفطور هو اهم وجبه في النهار؟ ولا قلت لك بلي هادشي ماشي بصح؟ هاد الجمله قالتها لينا كوبر في 1917، وهاد لارتيك كوماندات واحد الشركه كتعرفوها كاملين. فاش كنشوفوا اناناس في العالم بحال جيف بيزوس ولا بيل غيتس، ما كنفهموش بالضبط شحال كتعني هذيك الثروه ديالهم. لهاد الشيء سيروا لهاد السيت، غادي تقدروا تختاروا الثروه ديال واحد من اغنى الناس في العالم وتخسروا الفلوس ديالو في الطيارات الطوموبيلات والديور. ايوا ما تنساوش تمشيو تضربوا طليله تما وتابوناو الا بغيتوا كثر تاع الكونتينو مع هذا تاع يوتيوب. ودابا غادي نقول لكم علاش خاصكم تهتموا بتيك توك. شينا في 2021 صعيب ما تكونش كتعرف تيك توك، لدرجه انه ولا الريزو سوسيال بلو تيليشارجي في العالم اكثر من تويتر انستغرام ولا فيسبوك. ولكن واخا هكاك الناس اللي كيعرفوه ولا غير سامعين به في المغرب بزاف عندهم واحد الصوره ديالو خايبه. ايوا اجي ندوي على هادشي كامل. تيك توك ديال اليوم ما جاش من والو، ولكن بدا في 2014 مع واحد لابليكاسيون سميتها ميوزيكالي. كانت بدات كريزو سوسيال ديال الناس اللي ما كيدويوش وما كيسمعوش، والهدف ديالها تشجع لغه الاشارات. وفولا في دوفيني ما صدقاتش لابليكاسيون، وهي باش بدلوا لاسيب ديال السيرفيس ديالهم وتخصصوا فواحد اللعيبه اللي كانت على مود في انترنت ديك الوقيته، وهي الليب سينك ولا الدانسينك. تتخدم شي موسيقى ولا شي بارتي تاع شي فيلم وتتمثلها في فيديو، اما كدير راسك كدوي بحال الفيلم ولا كتغني فوق الموسيقى، ولا كاع بعض الناس كياخذوا الموسيقى وكيصاوبوا عليها كوريغرافي. هاد المره لابليكاسيون دارت البوز وكلشي ولا كيستعملها. هاد السوكسي جا من ان لابليكاسيون كانت زوينه، فديزيفي تاع الفيديو اللي كانوا شحال هادي كيتعتبروا بروفيسيونيل بحال رالونتي، وهكا كانوا كيعطيو فرصه للناس اللي ما كيعرفوش المونتاج باش تما يصاوبوا واحد الفيديو زوينين اللي ما كيبانوش اماتور. وبالفوق هادشي كان عندها ريزو سوسيال ديالها فين الناس كيبارطاجيو الفيديو تاعهم على كوميونيتي. هاد الشهره تزادت لدرجه ان في 2017 واحد الشركه سميتها بايت دانس قررت تشريها 800 مليون دولار. العلاقه تاعتي كله مع تيك توك. ميوزيكالي كان معروف بزاف في اوروبا وفي امريكا. بايت دانس كانت عندهم واحد لابليكاسيون معروفه في لازي ودايره بحال ميوزيكالي وكانت سميتها تيك توك. فاش بايت دانس شرات ميوزيكالي ما شراش هذيك لا تكنولوجي ديالها ولا لابليكاسيون، شراو واحد الحاجه اهم من هادشي كله وهي لي زوتيليزاتور. تيك توك دازت من واحد لاباز زوتيليزاتور ازياتيك لواحد لاباز فيها الناس جايين من العالم كامل. وهكا كيفاش العالم كامل تعرف اول مره على هاد لابليكاسيون تيك توك. ولكن هادشي ما كيفسرش الصوره اللي عند الناس تاع هاد الريزو سوسيال. ولهادشي غادي نرجعوا لداكشي اللي دارتو تيك توك باش تشهر لابليكاسيون تاعها في العالم. من بعد هاد لاشا تاعهم تيك توك دار واحد الانفستيسمون كبير في الاشهار خاصه في يوتيوب باش يدفعوا الريزو سوسيال تاعهم. الاشارات ديالهم كانوا بازي على حاجه وحده، لا ستاريفيكاسيون دو مسيو اي مدام تو الموند. الاغلبيه ديال الشركات باش يديروا اشهار شي برودوي تاعهم كيستعملوا الناس مشهورين ولا دي انفلونسور وكيبينوا كيفاش كيستعملوا البرودوي وكيعجبهم. فهادي تيك توك استعملوا الفيديو تاع الناس اللي كيستعملوا الريزو سوسيال وداروا بزاف ديال الاشهار. اللي رد دوك الناس اللي كانوا كيديروا غير فيديوهات في هذيك لابلاتفورم واحد الناس مشهورين وكيعرفوا من العالم كامل. هادشي كان عنده امباكت مزيان حيت الناس شافوا بلي اي واحد عنده فرصه يولي مشهور مع تيك توك. ولكن حيت ديك الوقيته لو سول كونتوني اللي كان اللي ما فيهش ناس ازياتيك كان جاي ميوزيكالي، يعني كان فيه بزاف تاع البنات ولا الصغار كيشطحوا ولا كيغنيو. وهكا كلشي الناس اعتبروه سيت ديال الدراري الصغار ما يسالش يعطيوه فرصه ولا كاع يحاولوا يفهموه. والفكره الوحيده اللي بقات عندهم في راسهم هي هذاك الريزو سوسيال في غير الشطيح والغنى. وتا فاش كيقلبوا عليه في انترنت فيك الكونتوني اللي فيه كثر هذيك الساعه هو داك الكونتوني تاع الشطيح، تيجينيراليزيو كيقولوا اه هاد لا بلاتفورم فيها غير الناس كيشطحوا ولا كيغنيو ما عندي ما ندير فيها. ومن واحد الجروب تاع الناس اللي اعتبروا هذا الشيء تخلق واحد الفيد جروب تاع كلشي الناس اللي قديم ما كيعجبهمش هذا الريزو سوسيال، دونك راه ما مزيانش حتى انا غنبدا نعاير فيه وما غنحملوش. وعرفتوا شكون كان في هاد لا سيتوياسيون هذه 10 سنين؟ والدينا والناس الكبار كاملين فاش يلاه بدا فيسبوك. كلشي لي جون ديك الساعه كانوا كيحلوا كونت كيبوستيو تصاور وكيديو مع صحابهم، وكانوا كبار كيقول لنا اش هاد التخربيق اش كديروا نهار كامل في فيسبوك ما نعرفش كتبقاو جالسين كتقلبوا تما، ولا عاوتاني اش هاد الشباب ديال اليوم ولا مدوز نهارو كامل في انترنت. اوكي بومر. واش 10 سنين من بعد كلشي هذوك الكبار اللي كانوا ضد فيسبوك عاد جاوا ليه ولاو هما اللي غارقين في وسطو. ولكن ما جاوا ليه تفات الوقت وجا انستغرام سناب شات ولا كاع دابا تيك توك. تالمون تعطلوا كما جاوا حتى لقيت فاش الناس بداو كيخليو فيسبوك للريزو الاخرين. اللي بغيت نقول لكم ما تكونوش بحال هكاك، ما تطيحوش تحت هذيك لابريسيون سوسيال ديال كلشي متفق ان تيك توك خايب، حيت هذه هي الحاجه اللي كتخليكم ما تجربوهش وما تشوفوش واش هذاك الريزو سوسيال عاجبكم ولا لا. وباش نقنعك باش تجربوا غنعطيك ثلاثه الحاجات علاش خاص تعطيه فرصه. اول حاجه تيك توك ما فيهش غير الشطيح والغنى، ولكن فيه الفكاهه، فيه دي ميوزيسيان، فيه بزاف تاع الناس كرياتيف كيديروا بزاف تاع الكونتوني واعر تما، وكاينين بزاف تاع الناس كيجيبوا معلومات زوينين كيبارطاجيوهم معاك تما بحال واحد لي دوز دو كونيسونس اللي كتعلمهم دغيا. الحاجه الثانيه
ممكن نهار الاول اللي غتلونسي تيك توك غيجيك بزاف ديال الشطيح، حيت كاينين بزاف تاع الناس اللي كيستعملوه باش يشوفوا داكشي، هي باش الريزو سوسيال كيدوز لك اون برومي هذاك الكونتينو. ولكن تيك توك عنده واحد من احسن لي زالغوريثم اللي كاينين في لي ريزو سوسيو دابا، كيعبر شحال تاع الوقت كدوز كل شكل تاع الكونتينو، وباز على دوك المعلومات كيبروبوزي عليك حاجات جداد اللي غيعجبوك كثر. هذاك يعني ان قد ما غادي تستعمل تيك توك وغادي تبقى في حاجات اللي عاجبينك ودوز الحاجات اللي ما عاجبينكش، قد ما غيولي كيبروبوزي عليك غير المواضيع اللي كيهموك. الحاجه الثالثه، الا بغيتيش واحد النهار تحس براسك تعرف وما فاهمش داكشي اللي كيدوي عليه الناس اللي صغر منك، اعطي فرصه لحاجه جديده بحال هكا. الحاجه اللي برصتني في تيك توك هي شفت لا جينيراسيون ديالي بداو كيعاودوا نفس هذوك الجمل اللي كانوا كيقولوهم الناس اللي كبر منا شحال هادي، وما حاولوش كاع يعطيو فرصه ولا غير يجربوا، وبقاو غير في هذيك الفكره تاع ما بغيتش نستعملو باغ برينسيپ. حتى من دابا 10 سنين عادي يحاولوا يبداو فيه، فاش هاد لا جينيراسيون اللي كتستعمل فيه دابا تكون دازت لشي حاجه اخرى. هادشي اللي كان في الفيديو، الا عجبتك ما تنساش دير جيم وبارطاج، ما تنساش تشد ضربت ليلى على الكونت تيك توك تاعي، راه حطيت فيه بزاف تاع الفيديوهات واللينك تاعو راه كاين في لا ديسكريبسيون. ما تنساوش تابوناو الا ما كنتوش ابوني، وحنا نتلاقاو في فيديو جاي. Peace.